دكتور نواف الدروالي عضو مجلس الشورى السابق، يعني يبدو أن الشعب نصبك قائد لحملة مكافحة الشهادات الوهمية، ماذا تقول ولماذا أصلا تبنيت مثل هذه الحملة في الأصل؟ والله قضية قائد هذه قضية يمكن ما أدري عنها، يمكن فيها قولان، لكن في الأصل هي قضية مزاحمة أصحاب الشهادات الوهمية لشبابنا في سوق العمل، ربما دخولهم في مجالات خطيرة جدا مثل التدريب والنصح والإرشاد والتوجيه والتدريس والتدريب ومجالات كثيرة دخلوها على حساب أصحاب المؤهلات الحقيقية. طب هو دائما يكون في نقطة فاصلة تخلي الإنسان يعني يتحول إلى الاهتمام بأمر معين، ايش المحور الفاصل او النقطة الزمنية اللي بدأت منها اللي خلتك تهتم فعلا بهذه المسألة؟ والله ما ادري من نبدأ، لكن في يوم من الايام لما كنا بالشورى بعض الاحد اثنين من الاخوان طرحوا قضية الشهادات الوهمية، يمكن ثاني جلسة احضرها واستغربت من الشهادات الوهمية وقضيتها، و قعدت تفكر وش اللي مر عليه بالحياة شهادات وهمية أو شبه وهمية، وأذكر أني قرأت كتاب لحلاقة في المؤهلات وكيف أن هالمؤهلات هذه تكون يمكن أنها يصير فيها قضية انفليشن ولا لها قيمة، وتذكرت أني أيضا مرت علي بعض الشهادات عندما كنت أعمل بأحد البنوك وقول لهم روحوا عدلوها ولا يرجعون، ما أدري وش السر، يعني ما يهمني هذا الوقت، لكن من تلك ما يرجعوا لانه الشهاده ما هي معترف فيها، طبعا ما يرجعون لانها ما يقدرون يعادلونها من وزاره التعليم العالي، هذا الاساس يعني. هو اي شهاده خارج من خارج المملكه يجب ان تكون معادله حتى ان صاحبها يشتغل او يعمل. ايوه، فلما تحدثوا الاخوان بديت وش اللي صاير، فرحت وفتحت عالم جوجل المحترم وجدت البلاوي من على ما قال طب وتنقى، احنا نقول طب وتنقى بالشمال، يعني اختر وش الموضوع اللي تبيه، وش ايش تقولوا في الشمال؟ ايش هي طب وتنقى يعني تنقى، هذه يعني اختر تنقى، اي تنقى على كيف تخير. ف من جامعات ومن ناس خريجينها ومن من الناس المتذكرين منها ومن الناس ماخذين ماجستيرات واشخاص يعني ولا جهات تعليميه خاص جهات تعليمية كيف يعني؟ يعني لما بحثت وجدت مثلا جهات تمنح شهادات ولا وجدت أشخاص يحملون شهادات لكن الشهادات هذه مشكوك فيها؟ أعتقد أني قلت جامعات يا أخي، جامعات وأشخاص وأسماء وإلى ذلك، بدأت أفكر في هالموضوع وش اللي صاير، هل هي شهادات مزورة، هل هي كيف يعملون الناس فيها بدون ما تكون مصدقة ومعتمدة، احنا نسميها معادلة. فمن هاك اليوم بديت اهتم فيها حتى انها توصلت الامر الى اني شرعت في وضع مشروع نظام لتجريمها، ومن ذلك اليوم بدينا نشتغل عليها شغل كبير.